الاستيراد بدأت تقريبا من سنتين. كان مصنع المفروض ان هو كان مشتريه بثلاث خطوط، كان معدل انتاجهم تقريبا شهرين حوالي 300-400 طن. احنا وصلنا النهارده في سنتين بالظبط من 1/5 ل 1/5 تقريبا طاقة انتاجية 3500 طن. كنا اثنين عملاء في بداية التشغيل، النهارده عملائنا بيتجاوز 300 عميل. السلوجان بتاعنا convenient piping solutions، هو الحلول المثلى للمواسير، عشان احنا مش بنبيع مواسير فقط، الرواد ليست مواسير، الرواد حلول. احنا عارفين نشتغل على الارض في الماركينج، عارفين نصنع بشكل احترافي، عندنا مان باور سيلكتيف جدا، متنقي بصوره قويه من اول الاتش ار اللي بيعرف ينقي بالفاينانشال، الناس اللي شغاله فاينانس عارفه تشتغل ازاي. عشان كده احنا وصلنا بسرعه، عشان احنا عارفين هنروح فين وازاي. الرواد مصنع من الكبار اللي بيتعمل حسابه في كل المحافل اللي تخص البيزنس بتاع الانفراستراكشر او البايبس. يعني شايفين من داي 1 الاكسبانشن بلان بتاعتهم لمدى طويل قوي، والتارجت فيها فعلا ان احنا نبقى رانكد تكنيكال وايز بمستوى عالمي، بمعنى مستوى عالمي، عشان احنا بنتارجت نكون من افضل المصانع الموجوده في مصر وموجوده كمان عالميا، عشان نقدر نصدر ونحط اسم صنع في مصر على منتج نفخر بيه ويعمل سمعه كويسه جدا. حطينا خطة للتطوير طموحة جدا، ممتدة لسنين قدام، هدفها نكسب حصص عظيمة من السوق سواء جوه مصر أو بره مصر. روح الخطة دي، اسم وسمعة الماسورة اللي خارجة من المصنع ده. دورنا على ضامن للجودة، ما لقيناش أفضل من تكنولوجيا ألمانية تحت اسم ساكورا تكون الضامن لينا قبل العميل. شغلتي إن أنا أطلع الماسورة دي ما فيهاش غلطة، من حيث القياسات انها تبقى مقبوله ككواليتي كنترول، وفي نفس الوقت ان احنا نوفر ماتيريال لصاحب المصنع. فالمواصفه اللي بتنتج بيها كل مقاس، جهاز سيكورا هو اللي مسؤول عن المواصفه دي، ان الماسوره تبقى 100% داخل المواصفه. وشركه الرواد من اول المصانع اللي في مصر استخدمت التكنولوجي دي. كواليتي كنترول بتعمل على الخطوط الكبيره، جهاز بيدي كل 3 دقائق 1800 قرايه للبايب للماسوره، بيضمن بيها كل مواصفات الماسوره انها تبقى للمواصفات القياسيه. بننافس في ان احنا دايما الماسوره بتاعتنا تكون متميزه وعلى مستوى عالي جدا من الجوده. المنافسه مش المنافسه السعريه فقط، احنا بندور ان احنا نبيع كومباتيف برايس، لكن بما لا يخل بالجوده. كان بيشرفنا في مصنع الرواد احد الشركات الناجحه جدا في مجال المقاولات، اللي احنا
بنهتم جدا انها تكون من شركاء النجاح، وهي شركة كونكورد للمقاولات للتعرف على الفاسيلتيز اللي عندنا في المصنع عشان نكبر شكل الكوبريشن معاها. زاروا المعمل الجودة عندنا وشافوا احنا قد ايه دقيقين جدا في اختيار المادة الخام واختبارات المادة الخام واختبارات المنتج النهائي، وهي اختبارات قاسية بالمناسبة للبولي إيثيلين، ما هيش اختبارات سهلة، ما يعديش منها الا المنتجات اللي فعلا مطابقة للمواصفات. كان من أهم الحاجات إن المهندس ياسين حسين مدير عام مصانع يبدأ جولة يبين فيها ميكانيزم طريقة الصناعة من أول دخول الخامات وطريقة التصنيع والأجهزة المتطورة جدا المحطوطة على الخطوط والمعمل بتاعنا وطريقة اختباراتنا القوية جدا الكواليتي كنترول اللي بيخلي اسم الماسورة زي ما احنا بنقول رانكد نمبر 1 تكنيكال وايز، وإن شاء الله كمان كومباتيتيف برايس. شافوا بنفسهم ازاي احنا بنتاكد في كل خطوه من خطواتنا من اول اختيار فريق العمل لغايه اختيار الماده الخام لغايه طريقه التعامل مع الماده الخام، ازاي بنعمل كواليتي كنترول على المنتج وعلى المواد الخام وعلى البروسيس عشان في النهايه المنتج يعني زي ما بنقول كده احنا بنربي الكواليتي في المنتج من ساعه ما بيخش ماده خام لغايه ما بيطلع منتج، بحيث ان الكواليتي في الاخر تبقى مضمونه. الزيارة دي كانت فرصة جميلة جدا ان احنا نعرفهم على كل الانشطة اللي موجودة في المجموعة، من اول مصنع المواسير اللي بدأ بطاقة انتاجية 800 طن لغاية لما وصل 3400 طن في اقل من سنتين، والحاجات براءات الاختراع الخاصة بالمواسير بتاع الفاير فايتنج، وان احنا عندنا لايسنس للغاز بشكل مميز فترة قصيرة جدا، قدروا يشوفوا شركات الحفر النفقي اللي بتسحب بولي إيثيلين او تسحب ستيل. والله احنا شرفنا بزيارة المصنع بشركة رواد وتفقدنا الخطوط الانتاج من اقطار 200 ميلي ل 1200، واعتقد ان هم بيغطوا كل احتياج او كل الاقطار المطلوبة في السوق المصري. الزيارة الواحد انبهر بالمستوى اللي موجود في مصنع الرواد، ويعني نتمنى لهم التوفيق ويبقوا من احسن كمان، وبالذات ان احنا متطلعين بقى للاكسبانشن بتاعهم في المجمع الصناعي في بني سويف، ان هم يبقوا من رواد فعلا صناعه المواسير في مصر. الرواد ساهمت في معظم الميجا بروجكت الموجودة في مصر، سواء في مستوى الانفرا زي حياة كريمة وكل شركات المية اللي موجودة على مستوى مصر في إعادة هيكلة الجزء الخاص بالبنية التحتية في كل محافظات مصر، وكمان الجزء الزراعي زي توشكا وغيره من مشروعات الميجا بروجكت. الرواد ساهمت بشكل كبير جدا في المشروعات القومية. مش بننتج مواسير هاي دينستي بولي إيثيلين بس ولغايه مقاس كبير زي ال 1200، لكن لا ابتدينا نخش على براءات اختراع كبيره
تخص مواسير خاصة بالفاير فايتنج ما بتولعش زي ما بيقولوا. عندنا خدنا لايسنس للغاز مميزة جدا، خلينا نقدر ننتج البرتقاني والاصفر، وفي فترة قليلة جدا قدرنا ناخد اللايسنس ديت. الرواد كمان بتعمل سوليوشنز، هتلاقوا ديفيوزرز خاصة بالبترول و و و و حاجات بتصنع بتعمل حلول. دايما بنوفر للعميل القطع اللي هو محتاجها تناسب المشروع، مش القطع اللي هو طالبها. احنا مستشارين للعملاء بتوعنا، بنفكر معاهم، واحيانا الحلول اللي احنا بنعرضها اللي هي تناسب احتياجاته واللي احيانا بتبقى غير اللي هو طالبه بتبقى اقل تكلفة وتوفيرا من اللي العميل حطه في الميزانية بتاعته. اشتغلنا في كل الميجا بروجكت اللي موجوده في مصر، حتى المودلت والسمول بروجكت احنا وصلنا لهم. المنصوره الجديده، توشكا، العاصمه الاداريه، العلمين الجديده، في كل حته احنا موجودين فيها، لان احنا عارفين نماتش الريكويرمنتس بتاع كل الكاستمرز بتاعتنا. كل المشاريع الكبيره دايما رواد ظاهره فيها بحلولها قبل ما يكون بمنتجها. احنا من دي 1 كان عندنا سلوجان خاص بالرواد اللي هو الحلول المثلى للمواسير او convenient piping solutions، لكن كمان ابتدينا نخش على سلوجان تاني ان الرواد دايما رواد.